يواجه القطاع الزراعي الفلسطيني العديد من القيود والتحديات التي تعيق من إمكانيات النمو والتوسع على المستوى الأفقي بسبب القيود المفروضة على استغلال الأراضي والمصادر المائية، وعلى المستوى العمودي القيود المفروضة على إمكانية الوصول إلى كل من التقنيات الزراعية الحديثة والمدخلات الزراعية والخدمات وفرص التسوق. يقوم برنامج تطوير الأعمال الزراعية التجارية متعدد المانحين على تضافر جهود المانحين، وبالتحديد الدنمارك وهولندا والاتحاد الأوروبي وسويسرا وإسبانيا، مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO ووزارة الزراعة الفلسطينية، بهدف مساعدة المنتجين على التغلب على هذه التحديات من خلال تعزيز الابتكار والتنمية التي يقودها القطاع الخاص والقدرة التنافسية والربحية في جميع مراحل سلسلة القيمة الزراعية. تم استهداف ودعم أكثر من 370 مشروع خاص بالجمعيات التعاونية والشركات والمشاريع الفردية بهدف تحسين الإنتاج والإنتاجية والجودة وإضافة القيمة في كافة مراحل سلاسل القيمة الزراعية على نحو مستدام اقتصادياً وبيئياً. نحن كمزارعين في منطقة الفخاري بنعاني من صعوبات كثيرة في زراعة أراضينا، وخاصة بالمحاصيل المروية، لسببين. يمكن السبب الأول اللي هو أنه شح المياه، بالإضافة أنه فيش أي مزارع بيقدر أنه يعمل عملية استصلاح لأرضه قبل ما يتوفر له بركة. فحصلت على المشروع من خلال منظمة الأغذية والزراعة FAO، عملوا لي بركة مع نظام طاقة شمسية مع تزويد بمدخلات تكفي لزراعة ما يقارب 4 دنومات زراعية. يمكن قبل المشروع كنت أنا بزرع زراعات بعلية اللي هي قمح شعير، وكنت بعاني جدا أنه كان أنا نفسي يمكن أنا أزرع زراعات المروية لأنها بتجيب دخل أكثر، تمام، وبشتغل فيها أنا وإخوتي وزوجتي وأهلي. لكن أنا الإمكانيات اللي عندي كانت ما بتسمح أنه أنا أعمل بركة وأوفر نظام طاقة شمسية. إحنا بلشنا في زراعة العنب الريشت من 10 سنين. هسا حاولنا إنه نتطور للبيوت البلاستيكية، والبيوت البلاستيكية اللي هي بتوفر علينا المياه وبتوفر علينا الأدوية وبتوفر علينا شغلات كثيرة ومليحة للأيدي العاملة. حتى في أيام المطر الأيدي العاملة بتظل شغالة، شغلت أيدي عاملة نساء كانوا يشتغلوا تحت في المستوطنات وهون وفي إسرائيل يطلعوا على المعابر. طبعا هذا الحكي بمساعدة FAO إلنا اللي ساعدتنا، ركبنا البيوت البلاستيكية وطورتنا وأعطتنا اللي إحنا نتطور في مشروع العنب. جمعية بيت فوريك جمعية تعاونية تنموية بتقدم خدمات للنساء، وهدفها توفير فرص للنساء وتحسين الوضع الاقتصادي لهم. FAO قاموا بتأهيل المكان وتوسيع المكان، يعني الجمعية صارت واسعة، أصبح 110 متر المكان بعد ما أهلونيها بالكامل، أبواب، شبابيك، حراسة، بلاط، إدهان، كهرباء، أدوات صحية، من تنك حمام شمسي يعني مشان نوفر الطاقة يعني شوية من المياه. طبعاً صار الشغل أفضل وصار أكثر. إحنا المنطقة بلشنا نستثمر فيها في 2015 في مزارع زعتر كبداية 30 دونم. توسعنا في 2019 ل 67 دونم. تركب مشروع FAO الخلايا الشمسية قدرة إنتاجية 50 كيلو. خفف التكاليف. لما تخف التكاليف زاد عندنا الاستثمار، شجعنا على الاستثمار، يعني هيات نحن اليوم وسعنا المزرعة من 30 دونم ل 67 دونم. كمان مخططين ننقل على منطقة لقدام شوي اللي هي قطعة جديدة أخذناها 50 دونم. ليش؟ لأن تكاليف ما يقارب 25-30% من التكاليف بشكل عام اللي هي الري اللي بيستمر معاك التكاليف لخمس سنوات اللي انت تريحت منها او خفضت عليك بما يوازي صرت تكلفك 20% تكاليف الري، جعلني افكر بزياده الاستثمار في هذا القطاع. مشروعي بمحطه انتاج ملكات. احنا من 1970 في مجال النحل، 52 سنة صرنا في هذا المجال.
حبيت أطور مشروع النحل وإني أستهدف السوق الفلسطيني. قدمت لمؤسسة الفاو مع اشتراك مع وزارة الزراعة في مشروع ماب لمشروع محطة إنتاج ملكات وخط طعبعة عسل. مشروع ماب أثر عليه في الاقتصاد، زاد اللي هو نسبة الدخل لنا، اتطور المشروع، زادت كمية الإنتاج وزاد المنتوج العسل وعملية التلقيح زادت. المشروع عبارة عن تجميد فواكه وخضروات. احنا الشركة عبارة عن مجموعة من السيدات خريجات عاطلات عن العمل، ففكرنا نعمل هذا المشروع لانه ان يبقى لنا دخل في بيوتنا. الفاو قدمت لنا طاقة شمسية، الطاقة الشمسية وفرت علينا كهرباء ومن خلت عنا الكهرباء على طول وعملت عنا ساعات العمل اكثر، يعني انه احنا كنا بنشتغل وقت ما تيجي الكهرباء، هلا لا، كل ما في عندنا انت كل ما في عندنا فراوله عندنا مانجا عندنا كميات بنشتغل، يعني بنشتغل على طول النهار. كمان زودت عندنا عدد العاملات، زودت عندنا كميه الانتاج، انه احنا كنا بنحط كميه قليله على حسب ساعات العمل، هلا لا، العمل صار على طول يعني ساعات العمل، وصار حطينا انتاج كميه انتاج اكثر في الثلاجه، يعني صار عندنا عمل، صرنا نشتغل، يعني صار ايش انه خلص انه اشي اجى بدل اللي خسرناه. مشروع الماب قام في تطوير سوق الخضار المركزي في كباطي ونقله نقلة نوعية في العمل وفي آلية عمله وتنظيم العمل داخل السوق. كان من أهم الأمور اللي ساعدنا فيها هي تشكيل مجلس إدارة يتم لأول مرة في سوق كباطي المركزي. النقطة الثانية وضع خطة لتشغيل الأشياء اللي تم إضافتها على السوق. المشروع بدأ في المظلة وبدأ في الجوانب الاستنادية اللي حوالى الجدران، وهي كانت مكرها صحية صارت أنظف وأحسن. في المظلة استفدنا منها في أيام الشتاء وفي أيام الصيف. قبل لا يجي مشروع الثلاجات إحنا كنا نعاني معاناة كبيرة، يعني كنا ما نعرف شوين نروح نحط بضاعتنا، إن ثلاجاتنا بعيدة حوالي 20 كيلو، يعني وفرت علينا الثلاجات هاي جهد ووفرت علينا مال. احنا اليوم متواجدين في سوق الخان المركزي. سوق الخان المركزي تم إنشاؤه عام 1967. هذا السوق يخدم ما يقارب 388 ألف نسمة. بالنسبة لتدخلات منظمة الزراعة العالمية في السوق، كان هناك عدة تدخلات على المستويين، المستوى الإداري والمستوى الانفراستراكشر. بالنسبة للمستوى الإداري كان عندنا تدخل في تحسين الأنظمة والحوكمة لإدارة السوق، تم إنشاء وتم تطوير دليل تشغيلي للسوق، دليل صيانة للسوق، أيضا تطوير اللائحة الداخلية أو النظام الداخلي للسوق. بالنسبة للمستوى الثاني الانفراستراكشر، تم تطوير عدة مباني في هذا السوق، إضافة مبنى للإدارة، إضافة وبناء محلات تجارية على طابقين، بالإضافة إلى تطوير نظام الطاقة الشمسية بالكامل وإنشاء معرشات. هذه المعرشات ستكون للتحميل والتفريغ للسيارات الزراعية. ومن أهم الإضافات التي أضافتها مؤسسة الفاو هو الثلاجات أو وحدات التبريد التي ساهمت وستساهم في تحسين جودة المنتجات الزراعية، المدخلات والمخرجات إلى السكان أو إلى المواطنين بشكل عام.